جريمة بشعة تهز ولاية بنزرت. فرقة الشرطة العدلية ببنزرت المدينة تعهدت بالبحث في قضية الموت المستراب في أسبابه تبعا لتعليمات النيابة العمومية. الهلكة فيها رضيعة لم يتجاوز عمرها السنة، وتم العثور عليها من قبل والدتها فاقدة للوعي والدماء تنزف من فمها، ليقع على إثرها نقلها إلى إحدى المساحات الخاصة. وتم للغرض تسخير أعوان فرقة الشرطة الفنية والعلمية لإعداد ملف فني في الغرض، كما تم عرض جثة الهالكة على قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي لحبيب بوقتفة في بنزرت، وتم الوقوف على سبب الوفاة المتمثل في وجود كسر بمؤخرة رأسها، وتم إحضار المقيمين مع الهالكة بنفس المنزل، وهما كل من والدة البنية هذه وشقيقتها وزوج والدتها اللي يعيش معاهم في المنزل، إلى جانب شخص آخر لم يتم تحديد هويته. بالتحري معاهم أفادوا أنهم تولوا مغادرة المنزل، خلوا الرضيعة رفقة زوج والدتها اللي تعمد بسبب بكائها حملها وضربها بقوة ولطمها على الأرض لتتعرض لإصابة بالجهة الخلفية من رأسها، فواصلت البكاء فتولى التقاطها مرة أخرى ولطمها بقوة على فراشها الخشبي على الفرش متاعها اللوح، وتعرضت إلى إصابات مختلفة بجسمها. ثم أعطاها بعد الحليب لإسكاتها ولم يتولى إسعافها. بمزيد التحري حول علاقة القاتل بزوجته، تبين وأنه الرضيعة أنجبتها والدتها خارج إطار الزواج من شخص آخر اللي غادر الوطن من خلال المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلصتها. وبمراجعة قاضي التحقيق المتعهد بالقضية أذن بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل قتل نفس بشرية عمداً مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك، والأبحاث متواصلة حسب ما أكدت الإدارة العامة للأمن الوطني. قرارات تاريخية بخصوص التبادل التجاري مع تركيا بين تونس وتركيا. تعرف أنه فما إخلال كبير في الميزان التجاري، نستورد كل شيء، الحاجات اللازمة والحاجات الثانوية والكماليات وغير ذلك قاعدين نستورد فيهم، وهذا أثقل كيل الميزان التجاري طبعا مش لصالح تونس. تم إثقال تونس بهالاتفاقية هذه اللي ما راعاتش الوضع الاقتصادي والجانب الاقتصادي التونسي، فتمت مراجعتها مؤخرا. وخليني أقول لكم بأنه تونس وتركيا توليوا توقيع قرار مجلس الشراكة التونسي التركي في إطار اتفاق التبادل الحر، مما يتيح تحديد قائمة منتوجات صناعية وفلاحية ودفع الاستثمارات التركية في تونس. وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح تولت توقيع الاتفاق هذا مع نظيرها التركي عمر بولات حسب بلاغ نشرته اليوم وزارة التجارة وتنمية الصادرات. الاتفاق هذا ينص على تعديل اتفاق التبادل الحر من خلال إقرار ثلاثة إجراءات أساسية تتمثل أولا في مراجعة قائمة من المنتوجات الصناعية اللي عندها مثيل مصنع محلي من خلال إخضاعها مجددا للمعاليم الديوانية لمدة 5 سنوات، وتضمن العملية الترفيع في المعاليم من 0% حاليا إلى نسب تتراوح بين 27% و 37.5%، ما يمثل 75% من المعاليم المطبقة في النظام العام، أي التعريفات القياسية للدولة لأكثر رعاية. ويتمثل البند الثاني من الاتفاق هذا في مراجعة قائمة المنتوجات الفلاحية من خلال الحصول على تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا، وذلك في شكل حصص سنوية معفية تماما من المعاليم الديوانية.
تنص النقطة الثالثة في هذا الاتفاق المهم، مراجعة معناها اتفاق تبادل التجاري مع تركيا. النقطة الثالثة تنص على دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونسي تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى الممثلين والمستثمرين الأتراك. والوزارة وصفت هذا الاتفاق اللي تم التوصل إليه بالأمر الإيجابي بالنظر إلى أهمية مراجعة الاتفاقية بالتوافق بين الجانبين ووفق مقتضيات التعاون والتشاور، وأكدت أن الخطوة هذه تأتي في إطار العمل على مراجعة وتطوير الاتفاقية التجارية اللي تجمع تونس بالدول الشقيقة والصديقة. وزارة التجارة أضافت أيضا أنه التوقيع توج مسارا طويلا من المفاوضات انطلقت منذ أكتوبر 2022 وشهدت زخما كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، وأشارت إلى إيجاد حلول لكل النقاط الخلافية والتوصل لهذا الاتفاق الهام الذي يهدف بالأساس إلى حماية الصناعة الوطنية والحد من تفاقم العجز التجاري مع الجانب التركي. فبرافو لوزارة التجارة، لرئيس الجمهورية قيس سعيد اللي اشتغل على هذا الجانب في مراعاة الوضع الاقتصادي وإعادة النظر في التبادل التجاري وهذه الاتفاقيات مع تركيا اللي أخلت بالاقتصاد الوطني لصالح تركيا طبعا مش لصالح تونس. منح منحت لغير مستحقيها. رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية إبراهيم بن إدريس قال بأنه تم إيقاف إسناد آلاف المنح القارة اللي أسندت إلى غير مستحقيها. وقال في تصريح اليوم أنه الأمر يتعلق بمنح قارة تم إسنادها للعائلات المعوزة منذ سنة 1992 ولكن تم حذفها آليا وفي إطار عملية التفقد والعمل الميداني، حيث تبين أنه بعض المواطنين تحسنت وضعيتهم المادية أو تحصلوا على وظائف عمل أو تم تمكينهم من مشاريع. ووضح أنه في كل جلسة جهوية يمكن حذف عدد من المنتفعين أو إضافة أشخاص آخرين وهو عمل روتيني حسب قوله. فيما يتعلق ببطاقات الأمان الاجتماعي، أكد بن إدريس أنه تم إلى حد الآن توزيع حوالي 400,000 بطاقة أمان اجتماعي بالإضافة إلى 500,000 بطاقة أخرى بصدد الطباعة، ليتم إجمالا توزيع حوالي 968,000 بطاقة وهو عدد المواطنين المسجلين بقاعدة بيانات الأمان الاجتماعي واللي يتمتعوا ببطاقات العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة.